انتم الاخوان انت الله شوف 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 اجواء في مراكش يا ربي السر تبارك الله تبارك الله سير هاي الشمس سير السلام عليكم اخوان شوف مراكش تبارك الله كيدير الاجواء فيها ظلم الحال واخا راه باقي الشمس يعني باقي الشمس والحال ظلم العجاج جاو الله يحفظ الله يحفظ السلامة اجواء في مراكش يا ربي السلامة شوف شوف يا ربي السلامة يا ربي السلامة يا رب الدنيا ما بقاتش تذبنا العجاج بارك الله سير هاي الشمس سير تبروري تبروري الدنيا جات تبارك الله عندك بيت الحمد لله طاح هذا واحد الدهك هذا الشتا والحجار والله العظيم دي الشيا سلام تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك شوفوا تبارك الله شوفوا اجواء والله شوف 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 الشتا اللي طاح شوف شوف اللهم بارك شوف تبارك الله شوف 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 اللهم بارك انتم الاخوان انتم شوفوا تبارك الله شوفوا 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 الشتا اللي طاحت على الدابه شنو دارت تبارك الله الله يجيبها قد النفع التبروري اللي طاح غادي مراكش طاحت هاد الرعده تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك سير اولي دام الموتور سير اللهم بارك خير 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 احسن حاجه من هادشي كامل هو الدنيا تغسلات وتنقات ورجعت واعره وعندنا كان حراره بزاف ولكن هاني الحمد لله بعد تبردت الدعوه الله يرحمنا يا ربي المهم الاخوان شاركنا معكم مراكش احداث مراكش حاليا تبارك الله طاح تبروري والشتاء والخير تبارك الله انتم شفتوا راه تبارك الله الفوق واخا بغيت نصور لكم دابا تما كاين البوليس يعني كان داكشي ماشي مقاد كيف ما هو ولكن المهم عطيناكم ملخصات